السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كل عام وانتم بخير. أنا باشمهندسة خروج صلاح، هكمل معاكم إن شاء الله من أول السكشن الرابع في كورس الـ HCI أو الـ Human Computer Interaction. المفروض مع باشمهندسة نوريهان السكشن اللي فات احنا وقفنا عند الجزئية دي، تمام؟ لو جينا نعمل ران دلوقتي المفروض ده اللي تم السكشن اللي فاتت. اول 3 سكاشن كان بيقول لي ان انا المفروض ان انا بحرك الولد بالكيبورد كده، تمام، وفي عندي كولايدرز في اليمين وفي الشمال وفوق وتحت بتمنع الولد من ان هو يخرج بره السين او ان هو يقع تحت، تمام. طيب ده اللي احنا وصلنا له السكاشن اللي فات، وعرفنا ازاي نعمل سكور وازاي نضيف تكست جوه السكشن جوه السين، تمام. وعرفنا ايه تاني؟ عرفنا ازاي نعمل انيميشن ونخلي الولد يتحرك يمين وشمال، وعرفنا كل حاجه خاصه بالانيميشن، تمام. نوقف الران كده. النهارده السكشن بتاعنا باذن الله هنتكلم عن الخلفيه، ازاي اقدر احرك الخلفيه بتاعتي. طبعا زي ما انتم شايفين لما بعمل ران دلوقتي الولد وهو بيتحرك الخلفيه عندي ثابته، وده مش منطقي. انت لما تيجي تعمل جيم المفروض ان هو بيتحرك قدام او بيتحرك ورا، في الخلفيه بتتحرك وراه، تمام. هو بيتحرك يمين في الخلفيه بتتحرك في الاتجاه المعاكس، بترجع لورا، تمام. فاحنا دورنا النهارده في السكشن بتاعنا ان احنا هنحرك الخلفيه مع حركه الولد، تمام. يبقى كل المطلوب مننا النهارده ان احنا نحرك الخلفيه مع حركه الولد يمين وشمال، تمام. عشان اعمل المطلوب ده هعمل ايه؟ مش احنا الخلفيه عندي بتتكون من 3 حاجات اللي هي السكاي والجراوند والماونتنز، تمام. دي مكونات الخلفية عندي التلاتة. أنا بقى عايزة أعمل إيه؟ عايزة أتعامل مع الخلفية دي وأديلها بالبرمجة بالكود وأقول لها اتحركي مع حركة الولد. طيب بما إننا قلنا كود وقلنا برمجة يبقى المفروض إن أنا هدخل جوه الكود أو السي شارب كود، تمام، أو السي شارب سكريبت. أنده عليهم إزاي أو أوصل لهم إزاي؟ يبقى عشان أوصل للسكاي والجراوند والماونتنز المفروض هعمل إيه؟ هفتح الكود بتاع الولد بتاع البوي موف، تمام، بتاع من السكاشن اللي فاتت زي ما احنا واقفين عنده كده بالظبط. وهعمل ايه دلوقتي؟ هاجي بره الكلاس هنا خالص، يعني بره الميثود اللي اسمها ستارت وبره الميثود اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ابديت. هعرف 3 اوبجكتس او 3 فاريبلز من نوع جيم اوبجكت. ازاي؟ هقول public game object sky، هقول public game object ground، وبعد كده هقول public game object mountains، تمام. تمام، طيب ليه انا عملت ال variables بتاعتي دي عملتها من نوع game object؟ ليه؟ عشان المفروض ان انا هخزن جوه الثلاثة variables دول الجيم اوبجكتس اللي عندي دي. يبقى انا عشان احرك السكاي اللي هنا والجراوند اللي هنا والماونتنز اللي هنا انا هخزنهم جوه الفاريبلز اللي عندي هناك دي. فبما ان الثلاثه دول من نوع جيم اوبجكتس، بما ان الثلاثه دول عندي من نوع جيم اوبجكتس، فانا محتاج فاريبل يكون من نفس النوع. فعرفت الفاريبل بتاعي او 3 فاريبلز بتوعي من نوع جيم اوبجكت. طيب ليه بابليك؟ انا عملتهم بابليك عشان انا محتاجاهم يظهروا لي هناك في الانترفيس بتاع اليونيتي. ازاي؟ انت لو رحت هناك مش هتلاقي الريجيد بودي تو دي ريجيد ده، ليه؟ لانه متعرف برايفت. لكن لو رحنا هناك دلوقتي وشفنا، نعمل كنترول اس كده، تمام، وهنروح على اليونيتي، تمام، هو هيحدث الجزء اللي احنا عملناه دلوقتي. فلما اروح على البوي ران، لو رحت على البوي ران مش المفروض ان الملف السكريبت ده انا واخده وحطيته بدراج ودروب كده على البوي ران عشان اطبقه عليه؟ فهلاقي له تاب هنا اسمها بوي موف. ظهر لي ايه في البوي موف دي؟ ظهر لي الثلاثه فاريبلز اللي انا لسه معرفهم هناك. ليه؟ لانهم من نوع بابليك. من نوع ايه؟ بابليك. لو جيت هناك كده دلوقتي وشلت مثلا البابليك دي وخليتها مثلا برايفت وعملت كنترول اس، تمام، ورجعت هناك تاني، هلاقي ايه هيحصل ايه دلوقتي؟ هلاقيه حدث والسكاي راحت من عندي وفضل الجراوند ماونتن. ده معناه ايه؟ معناه ان اي فاريبل انت بتعمله هنا وبتعرفه من نوع بابليك بيظهر لك في الانترفيس هناك. طيب انا عايز اعمل فيهم ايه الثلاثه فاريبلز دول؟ انا عرفت 3 فاريبلز، عايزه اعمل لهم انيشياليزيشن، احط لهم قيمه جواهم. هو مكتوب جنبهم ايه؟ مكتوب نم جيم اوبجكت، معناه ان مفيش جواه حاجه. ده يعني معناه ان الفاريبل بتاعي ده مفيش جواه متخزن فيه اي حاجه. فانا ممكن اعمل لهم انيشياليزيشن بالكود، تمام، وممكن اعمل لهم من هنا
مين الاسهل؟ الاسهل ان انت تعمل لهم انيشاليزيشن من جوه الـ من جوه اليونيتي او الانترفيس بتاع اليونيتي. ازاي؟ انا عايزه اخد السكاي، تمام، عايزه اخزن فيها الاوبجكت اللي اسمه سكاي. كل اللي هعمله هقف عليها واعمل دراج ودروب، وهروح على الجراوند اعمل دراج ودروب، وهروح على الماونتنز اعمل دراج ودروب. كده الثلاثه اوبجكتس دول اتخزنوا لي جوه الفاريابلز دي، تمام. يبقى انا كده عملت لهم ايه؟ عملت لهم انيشاليزيشن او حطيت جواهم قيمه، والقيمه دي هي الجيم اوبجكتس اللي عندي في الشمال، تمام. دي اول خطوه. تاني خطوه عندي، بما ان انا عملت كده وطبقتها عليهم هما الثلاثه، تاني خطوه هروح ابرمج حركه الايه؟ الخلفيه. عايز اقول له دلوقتي لما الولد يتحرك يمين حرك لي السكاي والجراوند والماونتن يمين، لما الولد اتحرك شمال حرك لي السكاي والجراوند والماونتنز شمال. هعملها ازاي؟ هروح هنا على الكود وهروح على جزء ايه؟ على جزء الاف كونديشن بتاع الموف رايت دي. لما ادخل لك بالكيبورد كي اللي اسمه رايت، ده الحاجات اللي احنا كنا كاتبينها المره اللي فاتت. هننزل تحت كده ونكمل عليهم ونقول له اعمل لي ايه كمان. هنقول له سكاي دوت ترانسفورم دوت بوزيشن، هنشرح ده كله دلوقتي، بلس يساوي فيكتور 3 دوت ليفت في سبيد في تايم دوت دلتا تايم، تمام. تمام كده. السطر ده معناه ايه؟ معناه ان ده الاوبجكت اللي انا لسه مكريته فوق، او الفاريبل بتاعي من نوع جيم اوبجكت، صح؟ انا قلت له ايه؟ قلت له انا من خلال الجيم اوبجكت ده اقدر اوصل، مش انا خزنت فيه الجيم اوبجكت اللي هناك، جيت هنا وخزنت فيه الجيم اوبجكت ده، تمام؟ يبقى انا من خلال الكود هناك اقدر اوصل للجزئيه بتاعت الترانسفورم دي، ومن جوه الترانسفورم اقدر اوصل للبوزيشن بتاع السكاي. ده من خلال الكود هناك. ليه؟ لان انا خزنت السكاي دي جوه السكاي اللي هنا، فاصبحت من خلال الكود اقدر اتحكم في الترانسفورم وكل المعلومات الترانسفورم بتاعه الاوبجكت بتاعي، سواء البوزيشن او الروتيشن او السكيل. انا عايز دلوقتي اغير البوزيشن بتاع الخلفيه، لما الولد يتحرك يمين يتحرك معاه يمين، ولما يتحرك شمال يتحرك معاه شمال. فكتبت المعادله دي. المعادله دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي سكاي ترانسفورم يعني ايه؟ يعني هات لي كل معلومات الترانسفورم الموجوده هناك الخاصه بالاوبجكت اللي اسمه سكاي دوت بوزيشن. يبقى انا ايه اللي انا عاوزاه بس من الترانسفورم؟ انا الترانسفورم عندي جواه بوزيشن وروتيشن وسكيل، انا عايزه بس البوزيشن. انا هحرك الخلفيه، يعني هغير البوزيشن بتاعها، فاقول له سكاي ترانسفورم دوت بوزيشن، تمام. لو قلنا هنا يساوي بس، تمام، مبدئيا كده فيكتور 3 دوت ليفت. فيكتور 3 دوت ليفت دي معناها اتجاه الحركه بتاعتي، يعني انا بقول له خلي الحركه بتاعتك ليفت. طب ليه انا خليتها ليفت مش رايت؟ لان منطقيا الولد لما يتحرك يمين الخلفيه بترجع لورا، فبتتحرك عكس اتجاه الحركه، صح كده؟ انت ما بتمشي الولد البلاير او اللاعب بيمشي لقدام، الخلفيه بترجع لورا، فمنطقيا كده حركه الخلفيه لازم تكون عكس حركه الولد. فانا بقول له ايه؟ بقول له فيكتور 3 دوت ليفت مضروبه في سبيد مضروبه في تايم دوت دلتا تايم. سبيد دي هي الفاريبل اللي فوق، تمام، اللي انا معرفاه فوق، تمام. هو فين الفاريبل ده؟ يبقى انا بقول له هات لي اتجاه السرعه، اتجاه الحركه في السبيد في التايم دوت دلتا تايم. تايم دوت دلتا تايم دي بتقول بتجيب لي التايم بتاعي. انا عندي قانون كده في الفيزياء بيقول لي ايه؟ المسافه تساوي السرعه في الزمن، لان القانون بيقول لي السرعه تساوي المسافه على الزمن. فلو جينا نجيب البوزيشن او المسافه، فالمسافه تساوي السرعه في الزمن، فهي دي المعادله بتاعتي. المسافه اللي هي البوزيشن تساوي السرعه في الزمن، الزمن اللي هو تايم دوت دلتا تايم. دي بتجيبها لي من دي بلت ان جوه السي شارب، بتجيب لك التايم بتاعك، تمام. تمام. طيب ايه بقى بلس يساوي دي؟ بلس يساوي دي معناها ان انا بقول له الخلفيه بتاعتي كل ما الولد يتحرك لقدام خطوه شوف المكان القديم وزود عليه، عشان ما يرجعش الخلفيه تفضل تكرر نفسها. لان منطقيا كده الولد وهو بيتحرك لقدام كل موقع بيوصل له او كل بوزيشن بيوصل له بيزود عليه، تمام. فانا بقول له كل ما توصل لبوزيشن جديد زود عليه بالبوزيشن الجديد، تمام. كل ما توصل لبوزيشن زود عليه بالبوزيشن الجديد، عشان ما ترجعش الخلفيه تعيد تاني. يبقى دي معناها بلس يساوي، تمام. دي المعادله بتاعتي. انا عملت ده مع السكاي، وانا عايز احرك السكاي والجراوند والماونتنز. هعمل ايه؟ هاخد المعادله كده، او بلاش ناخدها كوبي بيست عشان تفهموها او تحفظوها. هقول ايه؟ هقول جراوند دوت
transform top position plus يساوي vector 3.left في speed في delta time دوت delta time. تمام، يبقى انا عملت ده مع السكاي، هعمل ده مع الجراوند، وهعمل ده برضو مع الماونتنز. هاخد نفس القانون او المعادله، بس هخلي الماونتنز هي اللي تتحرك معايا. تمام كده، يبقى احنا طبقنا ده على اليمين. تمام، كل ده بيتحرك معايا مع اليمين. هاخد نفس الكلام ده كله وهرجع اكرره في الجزء الشمال. هقول له والله طب الولد لما يتحرك الشمال اعمل ايه؟ قول لي سكاي دوت transform dot position plus equal vector 3 dot right. المرة دي بقى نخليها ايه؟ right، لان الولد بيتحرك شمال، في الخلفية بيتحرك العكس. تمام، في speed في time dot delta time. تمام، ونفس اللي احنا عملناه مع السكاي هنكرره تاني مع الماونتنز ومع الجراوند. فهناخد السطر ده كوبي بيست. تمام، هننزل تحت ونخلي السكاي مرة جراوند، ونخلي مرة ماونتنز. جميل، يبقى اعمل كنترول اس كده. انا كل اللي عملته دلوقتي ثلاث معادلات بتحرك لي الخلفيه يمين وشمال. لما الولد يتحرك يمين الخلفيه بتتحرك عكس الاتجاه. تمام، وفهمنا المعادله دي معناها ايه. ولما الولد يتحرك شمال تتحرك هي عكس الاتجاه في اتجاه اليمين. وطبعا بان الخلفيه بتتكون من السكاي والجراوند والماونتنز، عملنا ثلاث معادلات كل معادله خاصه بايه؟ بالسكاي والجراوند والماونتنز. نعمل كنترول اس ونروح لليونيتي. تمام، هروح للبوي موف الاقي حد اهو عندي. تمام، واصبح عندي الحاجات اللي انا عاملاها جديده كلها اتخزنت اهي. تعالوا نعمل ران كده مع بعض. لو جينا نمشي دلوقتي الاقي الخلفيه تتحرك يمين، نمشي هنا الخلفيه تتحرك شمال. بس ظهر لي مشكله ان الخلفيه او الكاميرا، تمام، المساحه بتاعت الخلفيه ما هيش كبيره. انا عايزه اكبر المساحه بتاعت الخلفيه بحيث ان الجزء الازرق ده ما يظهرليش. تمام، تمام، وبرده مشكله تانية ان الولد واقع، هنحلها برده دلوقتي. تمام، اول حاجه احنا عايزين نكبر المساحه بتاعت الخلفيه اللي بتتحرك. نكبرها ازاي؟ هاجي على السكاي. تمام، انا كل اللي انا عايزاه، انا الخلفيه عندي فيها السماء والارض والجراوند، فانا هحط خلفيه كامله جنبها هنا يمين وخلفيه كامله شمال. تمام، هكرر الخلفيه يمين وشمال عشان المساحه عندي تكبر. فهاجي على السكاي كوبي بيست مرتين كده، مره يمين ومره شمال، وهاجي على الجراوند كوبي بيست، وهاجي على الماونتنز كوبي بيست. تمام، اصبح عندي ايه؟ سكاي 1 وجراوند 1 وماونت 1. تمام، اخدهم الاثنين كده سكاي 1 وجراوند 1 وماونتنز 1. تمام، وهنحركهم بالموف تول على اليمين كده. تمام، وهاخد سكاي 2 جراوند 2 بالكنترول كده مع بعض، وماونتنز 2 وهحركها بالموف تول على الشمال كده. كده انا عملت ايه؟ كاني كبرت مساحه الخلفيه اللي قدامي عشان الولد لما يتحرك. تمام، الخلفيه المساحه اللي بتتحرك قدامي تبقى كبيره. نعمل ران كده ونشوف، هلاقي برضو الخلفية الأصلية بس هي اللي بتتحرك لو تلاحظوا، والخلفية اللي على اليمين ثابتة زي ما هي، والخلفية اللي على الشمال برضو ثابتة زي ما هي. ده بيرجع لإيه؟ لأن الحركة عندي متطبقة على السكاي والجراوند والماونتنز، لكن مش متطبقة على السكاي 1 ولا الجراوند 2 ولا السكاي 2 ولا الحاجات دي. كل دي حاجات، كل دي أوبجكتس مش متطبقة عليها الحركة. طب أعمل إيه عشان أخليها تتحرك هي كمان مع الخلفية الأصلية؟ هاخد سكاي 1 وسكاي 2 بدراج ودروب كده مع بعض، دراج ودروب، وحطها فين؟ فوق السكاي. اصبحوا عباره عن تشايلدز للسكاي، والسكاي هي البيرنت بتاعتهم كانهم جواه. يعني انا ممكن اقفل السكاي دي يبقى هم جواها كده. يبقى السكاي 1 سكاي 2 تمام اصبحوا تشايلدز للسكاي، واخد الجراوند 1 والجراوند 2 دراج ودروب على الجراوند كده اصبحوا هم كمان تشايلد للجراوند، واخد ماونتنز 1 ماونتنز 2 بدراج ودروب جوه الماونتنز. ليه؟ عشان اللي بيتطبق على البيرنت هيتطبق كمان على التشايلد. انا مش محتاج ان انا اقعد اكرر الكود تاني لكل جيم اوبجكت جديد اعمله، لا،
انا ممكن اعمل السكاي 1 والسكاي 2 اوبجكتس جوه السكاي، وبالتالي اللي بيطبق على السكاي هيطبق عليهم لانهم اصبحوا تشايلد ليها، فاللي هيطبق على البيرنت هيطبق على اللي تشايلد بتاعه. تمام، نعمل كنترول اس كده ونشوف. تمام، نبص كده هنلاقيه بيحصل ايه، اهي الخلفيه اصبحت بتتحرك هي كمان، ايه كل الخلفيه ده انت بقى تكبر كمان وتخلي الخلفيه اكبر في المساحه. تمام، تكرر يعني كمان مفيش مشكله. تمام، طيب نيجي نتحرك للشمال كده، الاقي الخلفيه برضو الشمال بدات تتحرك معي كله يتحرك. بس في مشكله عندي ظهرت، شايفين الكوينز، الكوينز كانها ثابته قدام الشاشه، يعني الشاشة بتتحرك والكوينز ثابتة، مع ان المفروض ان الولد لما يتحرك يمين تمام الكوينز كلها تختفي وراه، انت لما بتعدي حاجة بتخرج بره ستين، فالمفروض ان كأن الكوينز بتتحرك العكس. تمام، فاحنا عايزين الكوينز هي كمان، نحل المشكلة دي ازاي، ان الكوينز هي كمان نخليها تتحرك مع الخلفية، ان الكوينز بتاعتي هي كمان نخليها تتحرك مع الخلفية ازاي. الوقت الخلفية بتتحرك مع الولد، واحنا قلنا عشان نخلي الخلفيه كلها تتحرك خلينا السكاي 1 والسكاي 2 تشايلد للسكاي، جراوند 1 جراوند 2 تشايلدز للجراوند، وماونت 1 وماونتن 2 تشايلدز للايه للماونتن. انا عشان اخلي العملات دي تبان كانها ثابته والولد يتحرك فهي ترجع لورا، فانا هخليها هي كمان تتحرك مع الخلفيه. يعني ايه هخليها تتحرك مع الخلفيه؟ يعني لما الخلفيه ترجع لورا ترجع معاها، لما تطلع لقدام تطلع مع الخلفيه. اعمل ده ازاي؟ نفس الحكايه بالظبط اللي عملتها دلوقتي مع سكاي 1 وسكاي 2 وجراوند 1 وجراوند 2 وماونت 1 وماونتنز 2، هعملها مع الكوينز، ان هاخد الكوينز كلها على بعضها كده تمام؟ دراج ودروب جوه مثلا السكاي. اصبحت هي كمان تشايلد جوه السكاي، يبقى الكوينز هي كمان اصبحت ايه تشايلد جوه السكاي، فلما السكاي تتحرك هيتحرك معاها السكاي 1 والسكاي 2 والكوينز. تيجي نشوف، نعمل كنترول اس واعمل ران. نمشي اهي الكوينز ايه بترجع لورا، اللي الكوينز اللي ما بياخدهاش الولد بترجع لورا، ارجع ورا الاقيها لسه موجوده. ليه؟ لان الخلفيه ما بتتحرك، اصبحت الكوينز بتتحرك معاها. كان الاول الولد كانه بيجري ورا الكوين مش عارف ايه يحصلها. تمام، طيب نمشي كده للاخر. جميل، انا لو لاحظت هلاقي ايه حته بس نسينا نقولها في الاول، مع خلفيه مع الحركه بتاع الخلفيه. تمام، هي حركه كده مناسباني، اه مناسباني مفيش فيها مشكله، بس انا ممكن اخلي، عايز اخلي حركه الخلفيه اقل شويه. اخلي حركه الخلفيه اقل ازاي؟ لو رجعنا هنا للمعادله تمام بتاع السكاي والجراوند والماونتنز، تمام انا ممكن اخد المعادله دي كلها اقسمها على اي رقم، ليكن مثلا تقسيم 2، واخد المعادله دي برضو تقسيم 2، واخد المعادله دي تقسيم 2، كذلك في الليفت هاخد المعادله دي اقسمها على 2، كذلك هنا اقسم على 2، وهنا برضو اقسم على 2. ده هيعمل لي ايه؟ ده هيخلي الخلفيه تتحرك بمعدل ابطا شويه، هي نفس الحركه بالظبط بس الحركه تبقى ابطا شويه. انتوا لو تلاحظوا حركه الورا السريعه، فاحنا ممكن نخلي الحركه سريعه معاها، او يعني العكس، ان انت ازاي تتحكم في الخلفيه، انك تضرب في 2 او تضرب في 3، فانت كده بتضاعف السرعه او تقسم على العدد، فكانك ايه بطأت شويه. شايفين الحركه بتاعت الخلفيه بقت بطيئه شويه. تمام، انت كده بطأت حركه الخلفيه عن الاول. تمام، طيب لو جينا نمشي بقى بالولد كده يمين، هلاقي ان الولد بيوصل للاخر وبيحصل له ايه؟ بيقع. يعني الولد في الاخر ايه؟ بيقع. نجرب تاني كده مع بعض، شمال او يمين. نمشي شمال، هلاقي الولد اول ما بيوصل لاخر السين بيقع. ده بسبب ايه؟ مش انا المفروض ان انا حاطط كولايدرز على اليمين والشمال اللي هي الليفت والرايت دول؟ الكولايدرز دي موجوده عندي هنا صح، فالمفروض ان ما يوصل هنا الكولايدر بتاعه يوقفه وما يقعش. امال ايه فايده الكولايدر؟ انا حاطه عشان ما يخليش الولد يقع. امال ايه اللي حصل بقى، ليه الولد وقع؟ قال لك اللي بيحصل دلوقتي والولد بيتحرك انه كانه هو بيتحرك يمين بيزق الكولايدر معاه، الكولايدر الرايت ده لما الولد بيوصل هنا طول ما هو بيتحرك الكولايدر بيتحرك معاه لقدام كانه بيزقه قدامه، لغايه ما الكولايدر بيبعد خالص فالولد بيقع. تمام، كذلك لما يتحرك شمال الكولايدر اللي على الشمال ده بيتحرك قدامه، طول ما الولد بيتحرك بيتحرك قدامه لغايه ما يوصل للاخر خالص. تمام، فالكولايدر بيبعد بعيد فايه فالولد بيقع. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ اول حاجه هاخد الرايت كولايدر ده بدل ما هو موجود هنا،
تمام كده، هو موجود عندي في نص السين، فانا هاخده هقول له ايه، بدل ما انت موجود هنا بالموف تول كده ونحركه نحطه فين، على اليمين خالص كده، اقصى اليمين. تمام بس حجمه شويه. تمام، وناخد الشمال، بدل ما هو موجود في نص السين كده، لا احنا هناخده كده بالموف تول ونحركه فين، ناحيه الشمال. جميل، نكبر برضو حجمه شويه. جميل، يبقى احنا حركنا الرايت كولايدر والليفت كولايدر الاثنين ايه، ناحيه الشمال. جميل، ممكن برضو ناخد الاب ده ونخليه برضو ايه، نكبر حجمه كده ونخليه طويل كده، هي مش هتفرق بس ممكن نكبره بحجم السين. تمام، جميل قوي. طيب ايه تاني اللي هيحصل؟ انا حركت الكولايدرز يمين وشمال، بعد كده هبدا اخلي الكولايدرز هي كمان تمام تتحرك مع الخلفيه. طب اعملها ازاي؟ انا هروح للكود، للكود بتاعي نفس اللي عملناه مع الخلفيه لما جينا نحركها، تمام هنعمله مع الكولايدرز بالظبط. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل هنا جيم اوبجكت جديد، كرييت امتي، ازاي كريت اوبجكت جديد، رايت كليك كرييت امتي، فجالي جيم اوبجكت جديد هسميه ايه، هسميه وول. تمام، وول يعني حيطه، وهاخد الاب والرايت والليفت واحطهم كلهم فين، جواه كانهم تشايلدز ايه ليه. يبقى انا كده عندي الاب والرايت والليفت كلهم بقوا ايه، بقوا جوه كولايدر، جوه جيم اوبجكت واحد اسمه ايه، اسمه ليه، عشان من خلال الوول ده انا عايزه اوصل له جوه الكود، فعشان اوصل لدول كلهم هتعامل معاهم من خلال الاوبجكت اللي اسمه ايه، اللي اسمه وول. نفس اللي عملناه مع السماء هنعمله هناك. ازاي؟ هنكريت اوبجكت جديد او فاريبل جديد من نوع جيم اوبجكت وهسميه ايه، وول بابليك جيم اوبجكت، واسميه ايه، وول. تمام، طبعا انا بما ان انا عملت الجيم اوبجكت بتاعي هنا وعملته من نوع بابليك، لو عملت كنترول اس ورجعت هلاقيه برضو ظهر لي في الانترفيس هنا. ازاي؟ نعمل سلكت كده على البوي ران، هلاقي في البوي موف ظهر لي حاجه اسمها ايه، وول. ليه؟ لاني معرفاها هناك بابليك. هاخد برضو الوول ده الاوبجكت وهعمل له انيشياليزيشن جواه. ازاي؟ هعمل دراج ودروب للوول واعمل لها ايه، دروب هنا كده، كده انا حطيت الاوبجكت اللي اسمه وول جوه الفاريبل اللي اسمه وول هنا على اليمين. جميل، جميل. بعد كده هنرجع للخارجي هنا للكود، تمام، ونبدا نبرمج الحركه بتاعت ايه، بتاعت الوول. هنقول له برضو انت كمان لما يجي يتحرك الولد يمين اعمل ايه، وول. دي المره الرابعه اهي بنعملها عشان ايه، المعادله تبقى ايه، ما هيش جديده عليك. وول دوت ترانسفورم دوت بوزيشن بلس مساوي فيكتور 3 دوت ليفت، وبرده الحركه هتكون عكس اتجاه حركه الولد، في سبيد، في تايم دلتا تايم، برده على الاثنين. جميل، وزي ما عملنا الكلام ده في الرايت ناخده برده نعمله فين؟ في الليفت. هننزل تحت ونخلي الوول تتحرك مع باقي الكومبوننتس او باقي الاجزاء بتاعه الخلفيه نفس الحركه بالظبط. طبعا المعادله نفسها بالظبط نقولها تاني، انا عايزه ادخل جوه جزء الترانسفورم الخاص بالوول عشان احركه، فاقول وول ترانسفورم، يبقى انا كده من خلال الكلمه دي دخلت الجزء الترانسفورم بتاع الوول، الجزء الترانسفورم ده بتاع الوول. عايز ادخل جوه البوزيشن فهقول وول للترانسفورم دوت بوزيشن، وبعد كده بلس يساوي عشان الموقع الجديد بتاعه هيفضل يتحدث على طول ويزود القيمه الجديده على القيمه القديمه، فيكتور 3 دوت ليفت دي اتجاه الحركه بتاعتي، في سبيد، في تايم دوت دلتا تايم. وقلنا ان التايم دوت دلتا تايم في سبيد هي عباره عن السرعه في الزمن، اللي هي معادله المسافه، اللي هي معادله البوزيشن اللي انا عايز اجيبه. وقلنا ان احنا نقسم المعادله على اتنين عشان بس نبطئ الحركه بتاعت ايه، بتاعت الخلفيه وبتاعت الوول معايا. تمام، طيب نعمل كنترول اس كده. طيب لما جينا هنا، لو جينا نعمل دلوقتي ران، ونمشي تمام، الكوين زي ما احنا شايفين كده، طبعا الولد بيطلع فوق بيتخبط، تمام، لان في كولايدر فوق، السكور بيزيد معايا، حركة الولد أسرع شوية من الخلفية، ممكن نخلي حركة الخلفية أسرع يعني مناسبة لحركة الولد عادي. تعالى كده شمال، كان الأول الولد إيه، بيقع،
نعمل كنترول اس كده، كناش سايبنا بس في الاول، نعمل كنترول اس ونسيب. شايفين الولد حصل له ايه؟ الولد ما عادش بيقع خلاص. ليه؟ لان احنا نقلنا الكولايدرز هناك وثبتنا حركتها، خلاص بقت خلفيه بتتحرك، فالكولايدرز اصبحت موجوده هناك. هو ليه بيقع من هنا؟ اه احنا عاملين الحركة هنا ليفت وهنا ليفت كمان. لا المفروض الوول دوت ترانسفورم دوت بوزيشن فيكتور 3 دوت دوت ليفت دوت رايت، يعني الحركة هي كمان تبقى ايه؟ تبقى عكس الاتجاه زي باقي الحركات. طيب نيجي هنا نشوف، المفروض ان انا لو جيت شمال برضو مش هيقع زي اليمين كده، ما عادش بيقع يا شباب. تمام نيجي برضه يمين، طبعا الخلفية كده حركتها أبطأ من حركة الولد، احنا ممكن احنا نسرع الخلفية شوية. تمام او ممكن نشيل القسمة على اتنين عادي، مفيش مشكلة. يعني لو انت عايز تشيل تقسيمة اتنين دي خالص ممكن نشيلها خالص عادي، تمام، عشان الخلفية تبقى كويسة. يعني انت كل ده بيرجع لإيه؟ تقديرك انت وانت بتعمل اللعبة بتاعتك. نعمل كنترول اس ونرجع. كده الخلفية بقت أسرع شوية، تمام، برضه الولد سريع بس بقت متناسبة شوية مع حركة الولد، ما عادش بيختفي عندي أوي في السين. تمام كده الولد ما عادش بيقع أهو يا شباب. تمام طيب دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ انا لما باجي امشي كده، تمام، الخلفيه المفروض ان السين بتاعي الكاميرا بتسيب الخلفيه، يعني لو كملت يمين 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 اصبحت المين الكاميرا بتاعتي ما عادتش شايفه السين، الكاميرا بتسيب السين ايه وتمشي. لو جيت برضو شمال الكاميرا بتسيب السين ايه وتمشي. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الكاميرا دلوقتي ما هياش مركزه على الولد. انا المفروض ان انا لما عايز اعمل ايه، عايز اخلي الكاميرا لما الولد يتحرك كأنها التارجت بتاعها هو الكاميرا، الهدف بتاعها بتاع الكاميرا هو الولد. لما الولد يتحرك يمين تكون الكاميرا معاه، يتحرك شمال تبقى الكاميرا معاه، عشان الولد ما يختفيش من قدامي كده. الولد دلوقتي بيختفي قدامي، انا مش عايزاه يختفي. كمان لما بكمل كمان الكاميرا بتسيب السين كله وتمشي، انا مش عايزه الكلام ده كله، انا عايزه الولد يكون على طول ظاهر قدامي والسين على طول ظاهر قدامي. احل المشكله دي ازاي؟ اخلي الكاميرا ازاي هتمشي ورا الولد وما تسيبوش. ان انا هعمل خطوتين، اول خطوه ان انا احرك المين كاميرا برضو نفس الحركه اللي انا عملتها على الخلفيه وعملتها على القايمز وعملتها على الوول، هعمل نفس الحركه برضو على المين كاميرا بتاعتي. هعمل ايه؟ دي اول خطوه هعملها معايا. اول خطوه هروح للكود وهعمل فاريبل جديد من نوع جيم اوبجكت، بابليك جيم اوبجكت، واسميه مين كاميرا. جميل. بعد كده كنترول اس هنروح هناك نعمل له انيشياليزيشن، هنحط جواه الاوبجكت اللي اسمه مين كاميرا. يبقى الفاريبل بتاعي اسمه مين كاميرا، انا كريته من نوع جيم اوبجكت، ظهر لي هنا اهو من نوع جيم اوبجكت بس جواه نون. انا عايز اخزن جواه المين كاميرا بتاعي، فبما ان المين كاميرا هي عباره عن جيم اوبجكت فانا عرفته من نوع جيم اوبجكت. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هاخد المين كاميرا دراج ودروب جواها هنا، يبقى انا اصبح عندي فاريبل من نوع جيم اوبجكت جواه الاوبجكت اللي اسمه مين كاميرا. هروح للكود هعمل له برمجه الحركه بتاعته برضه نفس المعادله تاني للمره الخامسه، هقول له مين كاميرا دوت ترانسفورم دوت بوزيشن بلس يساوي فيكتور 3 في السبيد في التايم بالدلتا تايم، طبعا فيكتور 3 دوت ليفت. تمام ده اتجاه الحركه بتاعي لان انا ماشيه ايه يمين، فاتجاه الحركه بيكون العكس. هاخد نفس المعادله دي بالظبط بتاعت المين كاميرا وانزل على جزء الحركه الشمال واقول له اعمل نفس المعادله بس خلي الحركه في الاتجاه ايه يمين، نفس المعادله بالظبط. دي اول خطوه عملناها
تمام، ان احنا نحرك الكاميرا مع الخلفيه هي كمان، فتبقى الحركه يبقى دلوقتي الولد لما يتحرك يمين اصبح بيتحرك معاه السكاي والجراوند والماونتنز والوول اللي هي الكولايدرز والمين كاميرا، وكذلك السكاي جواها الكوينز كمان هناك كتشايلد، فكل ده بيتحرك مع بعضه في الاتجاه المعاكس. تمام، دي اول خطوه. تاني خطوه ان انا هعمل حاجه اسمها كاميرا فيو. ايه الكاميرا فيو دي؟ انا هعمل كاميرا فيو كود، تمام، سكريبت جديد، وهخلي الكاميرا فيو بتاعي ده هو التارجت بتاعه، هو ايه؟ هو الولد. يعني ايه؟ هعمل حاجه اسمها كاميرا فيو، تمام، وهخلي اعرف جواها التارجت او الكاميرا تارجت بتاعي، واخلي التارجت ده هو ايه؟ هو الولد. طب خطوه خطوه كده مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل سكريبت جديد وهسميه كاميرا فيو، رايت كليك هنا كرييت سي شارب سكريبت وهسميه كاميرا فيو. جميل، يبقى دي أول خطوة. ده السكريبت الجديد، تمام، وهعمل إيه؟ هضيف السكريبت ده على إيه؟ أنا عايزة الكاميرا فيو دي تتضاف على إيه؟ أنا عايزة أخلي الكاميرا بتاعتي تتحرك مع الولد، تمام؟ يعني عايز الولد يبقى كأن الولد منين ما يكون موجود الكاميرا تتحرك معاه، فهاخده وأضيفه على إيه؟ على المين كاميرا. يبقى انا خدته دراج ودروب على المين كاميرا، عشان نتاكد ان هو اتضاف عليها هنروح للمين كاميرا هنلاقي في جزء جديد اتضاف لنا اسمه ايه؟ اسمه كاميرا فيو اهو سكريبت. يبقى انا كده اتاكدت ان السكريبت بتاعي اتضاف على ايه؟ على المين كاميرا. الكاميرا فيو دي انا بعملها خاصه بالمين كاميرا عشان ابقى برمج جواها حاجه اسمها الكاميرا تارجت او التارجت بتاعي الهدف بتاعي، واخلي التارجت ده هو ايه؟ هو الولد، واقول لها ككاميرا واقول لها خلي التارجت بتاعك والهدف بتاعك هو الولد، منين ما الولد يروح خلي عينك عليه. تمام، نفتح الكود بتاعنا، كود فاضي خالص مفيش فيه اي حاجه. تمام، هبدا اعرف التارجت بتاعي. اعرف التارجت ازاي؟ هو مين التارجت بتاع الكاميرا؟ الولد، صح. طب الولد ده من نوع ايه؟ اللي هو البوي ران ده من نوع جيم اوبجكت، فهعمل نفس الحكايه هعرف فاريبل من نوع جيم اوبجكت. ليه؟ عشان اخزن جواه البوي بتاعي او اللاعب بتاعي، فهروح للكود بتاع الكاميرا فيو وهعرف فاريبل من نوع public كاميرا view كاميرا object واسميه ايه؟ كاميرا target. يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ عرفت variable من نوع كاميرا من نوع game object وخليته public. ليه؟ عشان اروح لليونيتي واعمل له initialization هناك. يبقى انا عرفت variable اسمه كاميرا target من نوع جيم اوبجكت وخليته بابليك عشان اروح لليونيتي الاقيه ظاهر عندي. تمام، لو جينا نقف على المين كاميرا دلوقتي اللي متضاف عليها الكود هلاقي ظهر لي جواه الكاميرا تارجت بتاعي لان انا معرفها بابليك. دلوقتي هو مكتوب قدامه نان، يعني مفيش جواه حاجه. عايزه اعمل ايه؟ مين التارجت بتاع الكاميرا بتاعي؟ الولد. فانا هاخد الولد دراج ودروب واخزنه ايه؟ جواه. اصبح الولد دلوقتي هو الكاميرا تارجت بتاعي. هبدأ بقى أبرمج الولد ده، تمام؟ أو أبرمج حركة الكاميرا بتاعتي. هدخل جوه الكلاس بتاعي هقول له إيه؟ نكتب الكود كده ونشرحه. طيب قبل ما ندخل جوه الابديت احنا عايزين نعرف ايه السطر اللي احنا كتبناه ده، برايفت ترانسفورميتي. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اباصي للكاميرا البوزيشن بتاع الولد. ليه؟ لان انا عايز اقول لها منين ما البوزيشن بتاع الولد يكون موجود خلي البوزيشن بتاعك انت كمان نفس الولد، يعني انا عايز الكاميرا تفضل باصه على الولد. فانا هقول لها ايه؟ هقول لها لو البوزيشن بتاع الولد سي مثلا اكس 5 واي 5 خلي برضو البوزيشن بتاعك اكس 5 واي 5، كانك انت مش شايفه الا الولد مركزه عليه. فانا عايزه اوصل للبوزيشن بتاع ايه؟ بتاع الكاميرا فيو، الكاميرا تارجت بتاعي، والكاميرا تارجت هو مين؟ هو الولد. فانا هعرف فاريبل بس من نوع ترانسفورم. ليه؟ عشان من خلاله اكسس البوزيشن بتاع ايه؟ بتاعي الولد. فعرفت فاريبل وخليته برايفت عشان انا مش عايزه اعمل له اي انشاليزيشن هناك ومش عايزاه يتشاف هناك، فخليته برايفت مش بابليك، فخليته برايفت ترانسفورم وسميته تي.
تمام، يبقى ده من خلاله هعرف اوصل للبوزيشن بتاع ايه، بتاع الكاميرا تارجت. هنزل تحت بقى جوه الابديت، هقول له ايه، هقول له التي بتاعتك تساوي كاميرا تارجت دوت ترانسفورم. السطر ده معناه ايه؟ بقول له هات لي كل بيانات الترانسفورم بتاع الكاميرا تارجت من اليونيتي وخزنها لي جوه التي. يبقى هات لي كل بيانات الترانسفورم، تمام، كل بيانات الترانسفورم بتاع التارجت. طب مين مين الكاميرا تارجت؟ هو الولد. فانا بقول له هات لي كل بيانات الترانسفورم بتاع الولد، تمام، وخزنها لي جوه ايه، جوه التي. يبقى التي دلوقتي اصبح متخزن جواه بيانات الترانسفورم بتاعت الكاميرا تارجت، والكاميرا تارجت اللي هي الولد، فاصبح جواها بيانات الترانسفورم بتاعت الولد. وبعد كده هقول له ترانسفورم دوت بوزيشن ايكوال نيو فيكتور 3 ايه بقى المعادله دي؟ انا قلت له ترانسفورم دوت بوزيشن يساوي نيو فيكتور 3 تي دوت بوزيشن اكس. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي جبت كل بيانات الترانسفورم بتاعه الكاميرا تارجت اللي هو الولد وخزنتها جوه التي. عايز اجيب بقى موقع الولد بالايه، بالمحاور. عايز اجيب موقع الولد بالمحاور واخزنها فين؟ في البوزيشن بتاع الكاميرا. طب انا ليه قلت له هنا ترانسفورم دوت بوزيشن؟ ليه ما قلتش كاميرا تارجت دوت ترانسفورم دوت بوزيشن؟ يعني انا ممكن اكتب هنا كاميرا تارجت دوت ترانسفورم دوت بوزيشن. يعني ايه؟ يعني هات لي البوزيشن اللي موجود جوه الترانسفورم اللي جوه الكاميرا تارجت. هي نفس المعنى، بس ده انا ممكن استغنى عنه خالص واشيله. ليه؟ لان انا هو دايركت باي ديفولت لوحده هيفهم ان انا بقول له البوزيشن دوت ترانسفورم بتاعك هاته لي بتاع ايه، بتاع الكاميرا ده ايه، الكاميرا تارجت بتاعك. ليه؟ لان انا فوق معرفه ان انا بقول له هات لي بيانات الترانسفورم بتاعت الكاميرا تارجت، فاصبح التي بتاعي مش شايفه الا ايه، الا الكاميرا تارجت خلاص. فانا مش محتاج اقعد اكرر في الكود تاني، تمام، هيها بالظبط. فانا اقول له ترانسفورم دوت بوزيشن، تمام، هات لي بقى ايه، نيو فيكتور 3. دي معادله بتاخد مني محور اكس وواي وزد. فانا هقول له تي دوت بوزيشن اكس، تي دوت بوزيشن واي، تي دوت بوزيشن زد. يبقى هات لي الثلاث محاور بتاع الايه، الولد. نعمل كنترول اس كده، هيظهر لنا مشكلة دلوقتي وهنشوفها. لو جينا نعمل دلوقتي كنترول اس وران، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الكاميرا ما عادتش شايفة السين خالص. ده ليه؟ لان انا هنا وانا بعرف، تمام، عرفت له ثلاث محاور وقلت له هات لي المحاور اكس وواي وزد. طب هو انا شغلته دي، هو في زد عندي؟ هو ما فيش زد. طب اعمل ايه؟ قال لي انت بتتحرك في الاكس والواي بتوع الولد. الولد عندي بيتحرك في الاكس والواي، لكن الزد خاص بالكاميرا مش خاص بايه، بالولد، لان انا عايز الكاميرا الزد بتاعها يفضل زي ما هو، لكن الاكس والواي بتوعها يبقوا هما الاكس والواي بتوع الولد. فاقول له تي دوت بوزيشن دوت اكس، وبان التي متخزن جواه الكاميرا تارجت، فاصبح التي هو التارجت اللي هو الايه، الولد. فاقول له تي دوت بوزيشن دوت اكس، ده معناها المحور اكس الخاص بالتي اللي هي ايه، الكاميرا تارجت بتاعي اللي هو الولد، والمحور واي الخاص بالتي اللي جواها الكاميرا تارجت اللي هو الولد. لكن البوزيشن دوت زد اللي هو المحور زد، لا انا مش عايزاه بتاع الولد، انا عايزاه ترانسفورم دوت بوزيشن. يبقى دي مش هخليها تي، هخليها ترانسفورم دوت بوزيشن دوت زد. ده معناها ان محور زد بتاع الكاميرا خليه زي ما هو، لكن غير لي في محاور الاكس والواي بمحاور الاكس والواي بتوع الولد. نعمل كده كنترول اس، ونعمل ران. هتلاحظوا معايا ان كأن الكاميرا عاملة سبوت كده على الولد، تمام؟ شايفين الولد يطلع لفوق، تطلع لفوق، ينزل لتحت، تنزل لتحت معاه، تمام؟ مفيش حاجة اسمها ان الولد يختفي بقى، خلاص الولد مبقاش ايه، بيختفي، كأن الكاميرا مش شايفة قدامها غير الولد، يطلع لفوق تطلع معاه، تمام. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نحرك الكاميرا. طبعا عشان نحل المشكله بتاعت الجزء الازرق اللي تحت ده، تمام، يعني لو بصيتوا كده على الجزء الازرق ده هلاقي بس ان الولد، الكاميرا كأن الولد بقى في السنتر بتاع السين، في نقطه السنتر بالظبط، فبقت الجراوند مرفوعه فوق شويه لان الولد خد الجراوند وطلع. فانت كل الحكايه انت ممكن تعمل ايه، تاخد الجراوند كلها كده، جراوند وجراوند واحد وجراوند اتنين كلها، وتعمل لها سكيل بس،
تمام، ان انت تكبرها بس لتحت كده شوية. جميل، وممكن نكبرها كده برضو شوية. جميل، نعمل كنترول اس. برضو لسه في جزء ظاهر، برضو ممكن نكبرها شوية. هتفضل بقى تظبط اللعبة بتاعتك بالمنظر اللي انت ايه اللي انت ترتاح له. نشوف كده، شايفين المنظر اهي. تمام، طبعا السماء اللي ممكن نقول الارض باين منها جزء كبير، فاحنا ممكن نعمل ايه، ممكن نخلي الولد ده اللي هو البوي ران نخلي البوزيشن بتاعه اعلى شوية بحيث ان هو يبقى فوق شوية كده. تمام، هنعمل كنترول اس وران، هتلاقي الكاميرا ايه اترفعت فوق شوية لان الكاميرا ما عادتش شايفة قدامها الا الولد. تمام، طيب الولد نزل تحت تاني عشان الجراوند الكولايدر بتاعه، احنا كنا مظبطينه على موقع الولد القديم، فاحنا ممكن نظبط الكولايدر ده. الكلام ده كله كان في السكشن القديم. تمام، نظبط برضو الكولايدر ده. ونظبط برضو الكولايدر اليمين. الكلام ده كله مش جديد يا شباب، احنا عاملينه في السكاشن اللي فاتت. تمام، يبقى الولد دلوقتي بينط يمين، بينط معاه وشمال. الكاميرا دلوقتي ما عادش شايفه على الولد، ما عادش الولد بيختفي قدامي خلاص، الولد اصبح ظاهر قدامي على طول. تمام، يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحرك في السكشن ده، عرفنا ازاي نحرك الخلفيه مع حركه الولد. تمام، وعرفنا عشان نحرك الخلفيه مع حركه الولد او نعمل نخلي الخلفيه شايفه الولد على طول. تمام، ان احنا نعمل حاجه اسمها، اول حاجه ان احنا نحرك الخلفيه بتاعتي او الكاميرا بتاعتي مع الخلفيه، وان احنا نعمل حاجه اسمها كاميرا فيو. الكاميرا فيو دي اديناها التارجت بتاعي اللي هو الولد، وخلينا التارجت بتاع الكاميرا او الهدف بتاعها هو الولد بيتحرك قدامي، فبالتالي الكاميرا ما عادتش شايفه قدامها الا الولد. منين ما الولد يروح يمين تروح معاه، شمال تروح معاه. تمام، اتمنى السكشن يكون واضح ان شاء الله، ولو في اي سؤال ان شاء الله نتناقش مع بعض في الكليه. السلام عليكم.